محمد ولد منذ أكثر من عام، ولكنه رسمياً لم يبصر النور بعد، فلا أثر لاسمه في دوائر الدولة اللبنانية. كان بيكلفني شيء 150 ألف، سألت قال بيطول شيء شهرين وثلاثة، أنا قلت يمكن بتوت شهرين ثلاثة يمكن أنزل على سوريا، أو رأي بيبقى عنده شهرين ثلاثة ما فيني أنطر، ما سجلته، وما كان معي مصاري كمان لسجل. آلاف من الأطفال السوريين كمحمد يولدون في لبنان ولا يسجلون، فبحسب إحصاء أجرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعينة من أطفال اللاجئين السوريين في لبنان، فإن 77% من بينهم لا يملكون وثيقة ولادة. هنا في أحد مراكز جمعية كاريتاس، نشطاء يقدمون يومياً مساعدات لمئات من الأهالي ليسجلوا أطفالهم في لبنان، وإلا بيخسروا جنسيتهم. يعني بلبنان بيكونوا ما تسجلوا بسجلات الأجانب بالأحوال الشخصية، وبسوريا بيصير معش يقدروا يتسجلوا على سجلاتهم المدنية وبيخسروا الجنسية نهائيا، بصيروا مكتومي القيد، ما عندهم قيود لا بلبنان ولا بسوريا. تعقيد المعاملات الرسمية وإهمال الأهالي وخوف بعضهم من التوجه إلى الدوائر الرسمية هي من الأسباب الأساسية التي تؤخر تسجيل الأطفال، وأي تأخير يزيد عن العام لا يعالج سوى بقرار من المحكمة لإثبات النسب. عائلة يوسف تنبهت لعواقب المسألة قبل فوات المهلة القانونية. أنا خفت أنه مثلا الولد بده يكون يثبت أنه أنا بيه، إذا في حال بدنا نظهر على سوريا أو بدنا نتحرك ضمن لبنان، كيف بدنا نتحرك ضمن لبنان إذا ما فينا ما معنا أوراق ثبوتية رسمية؟ ما فيك، يمكن أي إنسان يتعرض لك يقول لك أوراقك، شو بتحكي معه؟ في مراكز الأمم المتحدة يحاول نشطاء التخفيف عن الأطفال بأنشطة ترفيهية علاجية تلهيهم عن صعوبات الساعة، ولكن بعض آثار الحرب في بلادهم عليهم قد لا تمحى بلهو مؤقت. تحذر الأمم المتحدة من نشوء جيل كامل من الأطفال السوريين المعرضين لمعاناة ولتهميش بسبب حجم الكارثة الإنسانية في سوريا. في صلب هذه المعاناة خطر أن يكبروا من دون جنسية. كارين طرباي، بي بي سي، بيروت.